احنا لسه برضو معانا تقرير تاني عن الكوره وهو في عشق برضو الناس ليه. تتكلم هنا عن عشق فرجه ولا عشق تشجيع؟ وايه الطقوس كمان اللي الناس مع الكوره بتحب تعملها وهي بتتفرج على المباريات المختلفه؟ خلينا نروح نتابع التقرير. من واحنا صغيرين بابا كان معودنا ان الكرة دي حاجة مهمة جدا في حياتنا، ولما كبرت واتجوزت جوزي نفس الكلام، الاهلي ده يعني عندهم ايه بس، فتعودت ان الاهلي حاجة اساسي في حياتي يعني لازم. اكتر موقف بجد مش بنساه ابدا كان يوم منتخب مصر لما كان بيلعب، اول محمد صلاح جاب الجون كلنا قعدنا نهيص، كان يوم جامد جدا صراحة. انا مرتبطة بالكرة لان كل العيلة عندنا اهلوية من زمان قوي يعني. هو ذكرياتنا دايما اللي احنا اللمة بتاعت الاسرة كلها بتبقى موجودة، فبيبقى تشجيع بقى وحماس كده سوا. بنتجمع بنتلم، الطقوس بتاعتنا يعني زي طقوس اي بيت مرتبط بكوره، او بيت الاب دايما فيه مهتم قوي بالمباريات، فبنتجمع كلنا. بس حاليا لا، كل واحد بقى بيتجمع مع اصحابه اكتر، بيروح كافيهات، بيروح النادي، بنتلم يعني. بتلم مع اصحابي اكتر ما بتلم مع اهلي. اكيد بحب فريق الاهلي قوي بجد، النادي بحب اتفرج على كل الماتشات بتاعتهم، بحب الكرة جدا. بتبقى طقوسنا ان احنا الماتشات المهمة بنيجي نحب نتفرج عليها هنا وسط الجماهير بقى، وهنا في النادي اهم حاجة. هو انا مش مرتبطة بيها قوي، بس يعني احنا بتفرج عليها عشان بابايا بيحب الكرة قوي. اما احنا بالنسبة ان احنا نتفرج على الماتش فهي مش حاجة اوبشن يعني، بتبقى الى حد ما حاجة اجباري. بالنسبه للبيت مش قوي، عشان انا صراحه ملي يعني عشان خاطره فممكن اقعد معاه شويه، لكن هو اوريدي بيجي يتفرج على النادي هنا، على الماتش هنا في النادي. لكن بالنسبه لي صراحه لا، مش قوي، مش هكدب عليكي يعني، مش كتير يعني. هو انا بضطر اوقات كتير اتفرج على الكوره عشان بابا واخويا وكده، بس ما ماليش انا قوي يعني. والله انا من زمان وانا طالعه لاقيه كده نفسي اهلاويه. العيله كلها اهلاويه وانا بحب الاهلي، ومفيش سر معين يعني. انا بقى وجوزي وولادي كلنا اهلاويه وبنشجع الاهلي، فده ارتباطنا بيها يعني، احنا لقينا نفسنا كده. احب ان انا اخليهم يمارسوا رياضه، عشان الرياضه هي اهم حاجه اصلا في الحياه وكده، واللي هم يبقى ليهم مستقبل في حاجه يعني، مثلا لعب غير شغلهم طبعا وكده يعني. من ألطف التعليقات اللي اتقالت، احنا لقينا نفسنا كده، انا وولادي بنحب الاهلي وبنشجعه ولقينا نفسنا كده. صح والله، الواحد بيتولد كده وبعدين لما بيكبر ويفهم اكتر بيحس ان فكره مش نادي بيشجعه، هو كيان، هي عيله. الكلام ده احنا مش بنقوله وخلاص، الكلام ده احنا شعرنا بيه يمكن كمان بعد انضمامنا تحديدا لقناه الاهلي. ازاي الواحد كده حاسس ان دايما في تعليقات بتشجع، دايما في ناس بتقول لك كلام حلو، دايما في ناس كده لما بتطلع تقرير حلو او بتطلع خبر حلو او تجيب فقرة حلوة، الناس بتحس ان انت فعلا عامل مجهود، بتقولك كلام جميل. فالفكرة هنا ان احنا بنساند بعض، لما حد بيقول حاجة مش حلوة او تعليق مش حلو تلاقي هم اللي بيخشوا يدافعوا عنك يعني. القصة كلها ان هي كيان وعيلة، فالكلام اللي احنا سمعناه ده طالع من القلب زي ما حضراتكم شفتوا، مش كلام تقرير وخلاص. دي حاجة بجد بتسعدنا جدا. ولو برضو خدت بالك من الصوره والناس بتتفرج على الماتش اللي كانوا مركزين قوي، وتحس اللي هي الام اللي كانت محجبه دي تحس ان هي خلاص يعني مندمجه جامد، هم كلهم كانوا سيدات يعني. احلى دعوات في الدنيا مثلا من السيدات بالذات اللي هم كبار نسبيا في السن، احلى دعوه، وعاده بتكون دعوه مستجابه.